السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا إلى عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي جاليات، ونتناول فيها اليوم ظاهرة الكراهية، فهي جريمة بموجب القوانين الدولية، غير أنها ظاهرة حاضرة بقوة في المجتمعات الأوروبية والغربية ضد من لا يشكلون أصلا فيها. تشرع القوانين لكن تعجز عن ضبط تطبيقها. التمييز العنصري على أساس العرق أو الدين خفي في مجتمعات غربية ومكشوف في أخرى، ولا يغيب عن أذهان العالم صرخات جورج فلويد تحت ركبة عون الشرطة الأمريكي، ما يذكر بإرث روزا باركس للمطالبة بالمساواة بين ذوي البشرة البيضاء والملونة. نسأل في جاليات عن أسباب رسوخ جذور الظاهرة رغم قوة القوانين المشرعة لاحتوائها، كيف يمكن مكافحة العنصرية الخفية، وما مدى مساهمة النظم الحكومية في ضبط الظاهرة أو السماح بتفشيها. للتطرق لكل هذه المحاور أسعد باستضافة ضيوفي الكرام، كل من الأستاذ عبد المجيد مراري مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في FD الدولية من باريس، من ألمانيا خلاد سويد رئيس التجمع الإسلامي الألماني، ومن لندن الدكتور نبيل الحيدري رئيس المركز الدولي للتسامح. أهلا بكم ضيوفي الكرام، وأبدأ معك أستاذ عبد المجيد مراري من باريس. فرنسا ربما أكبر من يلتصق بها وسم العنصرية، التمييز العنصري ضد الأقليات فيها، وهي أكثر من أبانت على هذه الظاهرة ضد الأقليات في البلاد. برأيك اليوم في فرنسا، ما الذي يجعل الظاهرة راسخة يوما عن يوم حتى في ظل تغير الحكومات؟ لازلنا نلاحظ أن الظاهرة موجودة، وربما تعبر عنها أكثر تصرفات حتى على مستوى المطاعم، يجري حرمان الأقليات أو من هم ليسوا أصحاب بشرة بيضاء من دخول المطاعم، كما جرى بإحدى المطاعم الكبيرة بشونزيليزي. نعم، تحية لك سيدتي وضيوف الكرام ومشاهدي قناة المغاربية. أعتقد أن هذه الظاهرة ليست حديثة، ولكن هي وليدة يعني مجموعة يعني أسباب قائمة في المجتمع الفرنسي، طبعا استفحلت في السنوات الأخيرة نظرا لهذه الانتكاسة القيمية والأخلاقية التي تعيشها فرنسا. هناك جيل سياسي فريد يعني ذهب، جيل الشراكي كما يسموه هنا وغيره، وجيل دوفيلبا وغيره، وجاء جيل سياسي آخر يحمل حمولة اليمين المتطرف، وهي التي رسخت هذه النظرة، وهي التي أوغلت المجتمع الفرنسي في هذه الانتكاسة وفي هذه الانتهاك، في هذا الانتهاك الخطير الذي يخالف صريح الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها فرنسا، ويخالف القانون الفرنسي. لا ننسى بأن القانون الجنائي الفرنسي يعاقب على ما يزيد على 23 يعني شكل من أشكال التمييز العنصري، يعاقب عليه القانون الفرنسي بعقوبات قد تصل إلى السجن، تصل إلى 10 سنوات، فقط لأنك وصفت فلان بأنه أسود، أو لأنك فقط قلت لامرأة أو رفضت أن تشغل امرأة لأنها حامل. اعتبر أن حتى اعتبار المرأة الحامل سبب يعني يقصيها من العمل، اعتبره بأنه شكل من أشكال التمييز. أو أقصيت أحدا من العمل لأنه يدخن، اعتبره القانون الجنائي والمشرع الفرنسي شكل من أشكال التمييز. لكن للأسف الشديد يبقى هذا كله حبر على ورق، وما نراه على الواقع ليس فقط التمييز العنصري، ولكن حتى يعني التمييز يعني الديني أو ما يصطلح هنا بالإسلاموفوبيا مستفحلة بشكل كبير، وهو شكل من أشكال التمييز العنصري. هذا نوع من الألوان العنصرية كذلك، حتى الإسلاموفوبيا استفحلت في فرنسا بشكل كبير نظرا لانتشار الفكر المتطرف لليمين المتطرف. طيب سيد خلاد سويد من ألمانيا، هناك تقرير يتحدث عن أن هناك 90% من الألمان يعتقدون أن هناك عنصرية متفشية في البلاد، كيف تصف لنا الظاهرة في ألمانيا؟ طبعا الظاهرة موجودة في مجالات مختلفة من الحياة، يعني هي تتمركز أو يعني تظهر في بين حين وآخر في مستويات مختلفة أيضا. يعني في 2009 مثلا قتلت أحد الأخوات التي ترتدي الحجاب، اسمها مروة الشربيني، قتلت في دار المحكمة التي هي كانت رفعت دعوى ضد في يعني دعوى ضد الذي قام بالجريمة على أنه تصرف باتجاهها بطريقة عنصرية. في 2020 هناك قتل 9 أشخاص
في احد القهاوي في المساء، لان من دخل واطلق الرصاص على هذه المجموعه من الشباب شخص عنصري. هذا طبعا مواضيع يعني هي نادرة، ولكن طبعا ذات أثر كبير. وبعد ذلك عندك ممكن يعني في الحياة العامة في هذا رمضان مثلا، أحد البنات بنتي أتت من المدرسة وقالت هناك بنتان أخريات في نفس الصف أردنا أن يصمنا، والمدرسة قالت ولكن عليكم أن تكونوا يعني فاعلين في الدرس. وهذه نظرة عنصرية للأسف الشديد، يعني أن ينظر إلى الصائم أنه يعني غير قادر على أن يؤدي المستوى التدريسي، ويعني مسلمات يريدن أن يعملن في مجالات مختلفة ولن أو يحصلوا على وظائف العمل بشكل يعني صعب جدا لأنهم يرتدين الحجاب. فهذه الظواهر هي للأسف الشديد موجودة في المجتمع الألماني. دكتور نبيل الحيدري، ربما المجتمع الألماني والمجتمع الفرنسي يحظى بوجود أكبر من سكانه الأصليين مقارنة بالمجتمع البريطاني الذي بات التنوع فيه كبيرا جدا. رغم ذلك يرد اسم بريطانيا في استطلاع أجرته هيئة مدافعة عن حقوق الحريات من أن الشباب من أصول عربية وإفريقية يخضعون وهم عرضة للتفتيش 20 مرة مقارنة بغيرهم من الشباب. لما يحدث ذلك؟ تحيتي لك سيدة دلولة وقناة المغاربية والضيوف الكرام. طبعا كما تفضلتي أنه إذا قارنا بريطانيا بأوروبا لا سيما فرنسا ألمانيا وغيرها هي تعد أقل نسبيا، لذلك نجد هجرة كبيرة مثلا من فرنسا إلى بريطانيا. أنا سألتهم لماذا هاجرتم، قالوا بسبب العنصرية. هنا أكثر انفتاح ومالتي كلتشر، ولكن لا يمنع من وجود حقيقة تقارير كثيرة من مؤسسات عديدة، يعني مركز الأبحاث البريطانية، لجنة المساواة، لجنة حقوق الإنسان، أمامي تقارير بالعشرات تتحدث عن العنصرية الموجودة في بريطانيا، يعني سواء العنصرية ضد المسلمين، ضد الشرق الأوسط، ضد السود ذو البشرة السوداء، أو ضد المرأة. يعني الآن اليوم صدر تقرير عن بعض المؤسسات المهمة في بريطانيا كيف أن أجور المرأة التي هي توازي أجور الرجل هي أقل من الرجل. فهناك تمييز موجود، والقوانين رغم وجود القوانين والتشريعات، وأنا حضرت عدة لجان في البرلمان واللودات وعمل مركزنا المركز الدولي للتسامح عدة ندوات بهذا الخصوص وشات عمل، لكن لا زالت تجد قوية. وأوضح في هذا الأسبوع ما حصل بالنسبة إلى الشرطة البريطانية، هنالك تقرير عن عدد كبير من الشرطة الذين وصلوا إلى مستويات وهم يتعاملون بشكل عنصري أمام جهات عديدة حقيقة، بل بعضهم كان مرتكب جرائم ضد النساء، ضد الإثنيات الأخرى، ولا زالوا في عملهم وطلب عزلهم في هذا التقرير الجديد في بريطانيا. نحن نلاحظ طبعا في لندن من الصعب لوجود الكاميرات ولوجود الإثنيات، ولكن كلما ابتعدنا وكلما كانت الكاميرات غير موجودة والرقابة أضعف تأتينا تقارير أن هنالك حوادث عنصرية تحصل مثلا للمسلمين، للمحجبات وما إلى ذلك، خصوصا في شهر رمضان المبارك. أستاذ مراري في باريس، الحديث عن نظرية الاستبدال العظيم التي تتخوف منها المجتمعات الغربية من أن تستبدل بالموجة من المهاجرين أو من غير السكان الحقيقيين، إلى أي حد فرنسا تتخوف منها وتراها بالفعل أنها تهدد الوجود الأصلي لسكانها؟ نعم، هذا تكييف انتقائي تخوف غير مشروع، لأن هؤلاء السكان أصبحوا سكان، حتى هم سكان أصليون، أصبحوا يعني هاجروا أو أجدادهم وآباؤهم. نحن نتحدث الآن عن جيل الثالث وعن جيل الرابع، هؤلاء مواطنون، إذا نحن نرفض التعاطي مع هذا الملف على قضية أنهم مهاجرون أو أبناء مهاجرين أو شيء من القبيل. هؤلاء مواطنون فرنسيون، هؤلاء
يساهمون في المجتمع الفرنسي، في الاقتصاد الفرنسي، في التنمية الفرنسية، بل في التنمية الأوروبية، أوروبيلو الدراسة، يعني في العمل، عمل في يعني في مناصب مهمة. أنا أتذكر أيام الجائحة، أيام الجائحة كان دور كبير للأطباء الأجانب سواء الأفارقة أو العرب المسلمين وغيرهم، كان لهم دور كبير جدا، بل هم يعني كان لهم حظ في كلمة سيد وزير الصحة عندما كان في آخر الجائحة تقريبا من آخر 2020، شكر هذه الفئة، شكرها بشكل كبير جدا لأنها قامت بدور جبار لم تفرق فيه لا بين مسلم ولا بين أسود ولا بين فرنسي أو شيء من هذا القبيل. لماذا؟ لأن المواطنة هي التي تحكم هنا، هؤلاء مواطنون. وهذا نقاش طرحه السيد ساركوزي أيام ولايته، إنما طرح نقاش حول الهوية لإيدونتيتي، طرح نقاش الهوية، فحسم هذا النقاش على اعتبار أن هؤلاء المواطنون هويتهم هي هوية فرنسية، ديانتهم ديانهم مسلمون فرنسيون أو فرنسيون مسلمون ذوي الديانة الفرنسية، كما يوجد فرنسيون مسيحيون كاثوليكيون أو غيرهم، فرنسيون يهود أو غيرهم وغيرها. فبالتالي هؤلاء مواطنون فرنسيون، وهذا النقاش الذي الآن، وهذا هو المستوى النقاش المطروح هنا في فرنسا، أصبح مرفوض الحديث عن الكلام الجالية وأبناء مهاجرين أو شيء من هذا القبيل، حتى يطمئن ذلك الفرنسي الذي يعتبر نفسه أنه فرنسي دشوش، فرنسي أصل، حتى يطمئن، يعني يصبحوا يعيشون الثقافة الفرنسية، يعني في مطاعمهم في تقاليدهم، مع الحفاظ طبعا على الخصوصية. هؤلاء مسلمون لا بد من الحفاظ على خصوصيتهم، وهذا حق مكفول في الدستور الفرنسي، في القانون الفرنسي، في القوانين الأوروبية. فبالتالي النقاش ينبغي أن يسير في هذا الاتجاه، انتهى زمن الغربة، انتهى زمن الهجرة، لا الآن نتحدث عن المواطنة والتوطين. هؤلاء يصوتون ويصوت عليهم، كم من عمدة من عمداء المدن هنا في فرنسا عربي أو إفريقي، وزير التعليم وزير إفريقي من السنغال الفرنسي، وزيرة العدل السابقة عربية مسلمة، معنى أنه أصبح هذا النقاش أصبح متجاوز للأسف الشديد، هذه أصبحت حالة مرضية لدى بعض السياسيين الفرنسيين، ليس إلا وإلا غالبية المجتمع الفرنسي تجاوز هذه هذا الموضوع للأسف. فكل السلوكات العنصرية هي صادرة يا إما أنه من جهات أمنية أو من شخصيات سياسية، كما طيب حدث. طالما أنه جرى تجاوز هذا النقاش عندما وصفه إرجاع طيب سيد مراري، طالما أنه جرى تجاوز هذا النقاش على مستوى القمة، لما لم تستطع هذه أولئك المسؤولين ضبط هذه الممارسات على مستوى القاعدة بما أنها تؤجل صراع على مستوى المجتمع؟ لهذا التشريعات الأخيرة، آخر تعديل للقانون الجنائي، قلت أدخلت فيه يعني مجموعة معايير تعتبر معايير تمييزية في القانون الجنائي، فبالتالي أصبحت هناك عقوبات تنتظر من يرتكب هذا الفعل. فقط هناك إشكال أنه ليست لنا هذه الثقافة، ثقافة اللجوء إلى القضاء من أجل الردع. لو كان كل واحد يتعرض لشكل تمييز عنصري أو إسلامو أو شكل إسلاموفوبي أو أي شكل من الأشكال مجرمة هنا في فرنسا أو في أوروبا لانتهت هذه الظاهرة، لأنه الأمر أنا كما قلت هناك بعد الممارسات العنصرية يصل بها السجن إلى 10 سنوات، غرامات تصل إلى 300,000 أورو كغرامة. فبالتالي عندما نلجأ إلى تعاطي مع هذه في مواجهة هذه الظاهرة، تعاطي قانونيا ووضع شكايات واللجوء إلى القضاء، كم من شخصية اعتقلت نتيجة التصريحات العنصرية، كم من شخصية أقيلت هنا في فرنسا بناء على تورطها في تصريحات عنصرية قدمت استقالتها من مهام مسؤولة كبيرة، لكن كانت وراءها ضجة. لكن الخوف أحيانا هو الذي يحكم بعض الفئات للأسف الشديد، وهذا ينبغي له توعية، وهذا دورنا نحن كمنظمات حقوقية كفاعلين في المجتمع المدني في أوروبا وفي فرنسا، هو توعية المواطنين سواء المسلمين أو غيرهم بأهمية أنهم لا يسكتوا على مثل هذه السلوكات، لأنها مهمة. سأعود إلى هذا الدور التوعوي سيد ميراري، سأعود إلى هذا الدور التوعوي سيد سويد. يقول المحلل السياسي الألماني أندرياس كلوت أن العداء للمهاجرين يعكس حالة القلق الموجودة لدى الشعوب، ويضرب مثال بتوحيد الألمانيتين الشرقية والغربية في تسعينيات القرن الماضي. أما وقد مرت هذه المدة الطويلة، اليوم لما يوجد هذا التخوف في ألمانيا وهي لا تعرف موجات كبيرة من الهجرة مقارنة ببقية الدول الأوروبية الأخرى؟
وأخالفك أن ألمانيا لا تعرف يعني موجات أو إتيان مهاجرين إلى ألمانيا. طبعا آخر موجة إذا أردنا أن نستخدم هذه الكلمة كانت في 2015-2016 عندما أتى عدد كبير من اللاجئين بالذات التي أتوا من أماكن حرب إلى ألمانيا. بالعموم علينا أن نفهم أن المجتمع الألماني أو المجتمع الأوروبي في ذاكرته التاريخية هناك نوع من العداء مزروع من أكثر من 200 سنة ضد الإسلام والمسلمين. وهذا الموضوع متعلق أيضا بالوقت التي كان فيها هناك يعني استيطان أو كولونياليزموس لهذه الدول في بلدان مختلفة. وفي ذلك الوقت بعض العلماء ذات يعني أورينتاليست هم الذي زرعوا يعني صور سلبية عن الإسلام والمسلمين، وبقيت هذه الصور حتى الآن موجودة. هناك من أجرى بحث في هذا المجال وقارن بين ما يقال من اليمين المتطرف اليوم وبين ما قيل في ذلك الوقت يعني قبل أكثر من 100 سنة في بعض المؤتمرات من الأورينتاليست، ووجد أن يعني العبارات تقريبا هي متساوية فيما بينها من ناحية المضمون وحتى من ناحية المصطلحات. فهذا يؤدي بالعموم إلى إحساس عند المجتمع الألماني، وهذا ظاهر في كثير أو في كثير من الإحصائيات. يعني تقريبا ما يقال أن 50% من الألمان في بعض الإحصائيات يقولوا أنهم يعني يحسوا أنهم في بلد أو يحسوا أنهم يعني بالألماني أو بالإنجليزي they feel strange، يعني هم يحسوا في نوع من من الغربة أو يعني مشاعر غريبة في بلدهم. هذا موجود للأسف الشديد. ولكن هناك أيضا المسلمين كما ذكر زميلي الأستاذ عبد المجيد، يعني من وصل إلى بعض المناصب إن كان عمدة في بلدية أو وزراء أو إلى آخره، والمسلمون يأخذون دورهم رويدا رويدا داخل المجتمع الألماني ويظهروا بشكل إيجابي، لأنه كثير من للأسف كثير من الصحف تصور المسلمين، وهذا ربما أيضا هو دور الصحافة، يعني لا تسلط الضوء على الأمور الإيجابية ولكن تسلط الضوء على الأمور السلبية، لأن هي يعني بياعة أكثر في العموم. المسلمين الذين يظهروا في مناصب مختلفة يظهروا بشكل إيجابي بالعموم، وهذا أنا متأكد أنه سوف يغير صورة المسلمين في المجتمع على مدى متوسط وبعيد. طيب سيد الحيدري، برأيك الغربة التي يشعر بها الألمان في بلدهم، هل يشعر بها البريطانيون أيضا؟ ما يفسر وجود كذلك ما يعرف بالتمييز العنصري الخفي داخل هذا المجتمع؟ سؤال مهم حقيقة. يمكن أن نقسمهم إلى صنفان. صنف حاول أن يختلط بالمجتمع واستطاع أن يصل إلى مستوى عالي، يعني الآن رئيس الوزراء هنا ريتشي سوناك من أصول هندية، رئيس عمدة لندن صادق خان من أصول باكستانية، ساجد جاويد من أصول باكستانية، رئيس حزب المحافظين ناظم زهاوي من أصول كردية عراقية، وهنالك قسم آخر لا انعزل حقيقة، حتى ربما اللغة لا يعرفها، يعيش كأنه في بلده، لم يختلط، يعني لا يدخل المجتمع. وهذا طبعا يعاني أحيانا من الترسبات والانعزال والبعد عن المجتمع، وليس لديه عمل وهو يعتمد على المساعدات. ونعم نحس أن هذا
هذا الجيل القديم بعضه الذي لم يدخل في المجتمع، لم يدخل في العمل، جاء متأخرا، ربما يحس بذلك. أما الجيل الجديد الذي ولد هنا، نحن عندنا الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث ولد في بريطانيا، هذا قد انخرط، يعني لغته الإنجليزية أقوى، ودخل في الجامعات ودخل في المجتمع، بل بعضهم دخل في الأحزاب واستطاع أن يصل. فإذا هنا الإمكانيات في بريطانيا أسهل، لذلك نجد الآن كم بلدية يقودها مسلم، يعني كم دخل المسلمون في المجتمع والمؤسسات. طيب سيد الحيدري، ماذا عن البريطانيين أنفسهم؟ هل يشعرون أنهم باتوا غرباء في ظل هذا التنوع الكبير الموجود في البلاد؟ طبعا، لاحظي نحن في داخل لندن، أنا أسكن في قلب العاصمة، عندما الآن كلهم لا تجدين حولك بريطانيين إلا قليل، وين خرجوا خارج بريطانيا؟ أولا لأنهم يعني وجدوا أنه هؤلاء الغرباء جاءوا فيذهبون خارج بريطانيا. الآن لو تذهبين إلى من منطقة مثلا واتفورد وخارج بريطانيا، تجدين هناك تحولوا، الذين كانوا هم سابقا في قلب العاصمة، الآن عندما تمشين في العاصمة تجدين الأجانب، أمواج من الأجانب والعرب والمسلمين، فهم أحسوا بذلك. لذلك أنا سألت أحدهم حقيقة، قال أنا أعيش، خرجت من لندن والغرباء عبروا عنهم مع البريطانيين في خارج بريطانيا، واستطعت، قال لي وهو هذه الكلمة صحيحة، أن بهذه الأموال التي كانت عندي شقة صغيرة أخذت مكانا واسعا خارج لندن، تعرفين أرخص، وفيه حديقة وفيه مكان وما إلى ذلك. هذه أيضا حقيقة موجودة نعيشها في لندن. طيب ما حقيقة العنصرية الخفية في المجتمع البريطاني؟ طبعا العنصرية الخفية هي يعني هي تسمى بالعنصرية الذكية، يعني أو يقولون under the table، يعني أحيانا يجاملك في الكلام، لكن في الواقع تجدين في الكثير من الجوانب تبرز أنه هو عنصري، هو قد لم يسمح له بأن يحصل على حقوقه، على زيادة الأجرة، على الامتيازات، عما ذلك. طبعا هنالك هي لو جئنا الى هنالك احزاب معينه مثل حزب الخضر او ناشونال بارتي الحزب الوطني الذي يداعب البريطانيين، وحتى حزب المحافظين، اصل حزب المحافظين كثير يحافظ على البريطانيين، صحيح اخترقه الاخرون، ولذلك الليبر اقرب الينا حقيقه. لماذا؟ هو منفتح على الاجانب وعلى العرب وعلى المسلمين. نعم هنالك عنصريه خفيه واضحه. طيب سيد مراري، ربما فرنسا لم تبذل أي جهد في إخفاء العنصرية ضد الأقليات فيها، حتى أنها ظهرت في إحدى أو أحد الفصول الدراسية حينما ترك تلميذ يصارع الموت وحيدا ومنع زملائه من أن يقدموا له الإسعافات لأنه من أصول عربية. برأيك هل الحادثة كانت فقط لأنه هناك أصول عربية لهذا التلميذ، أم أن الطاقم الإداري والبيداغوجي كان ينتظر فعلا الإسعاف؟ ما هو دور المجتمع المدني؟ ما هو دور كل المؤسسات من أجل إن لم تحمي الأشخاص في الطرقات، على الأقل أن تحمي الأقليات داخل الصفوف المدرسية؟ أعتقد هذه الحالة حالة هذا الطالب لازلت رانا التحقيق. قاضي التحقيق فتح يعني ملفا في هذا في هذه الحاله، لكن الظاهره الاخطر او الحاله الاخطر هي ما وقع في قبه البرلمان عندما قام يعني احد من اليمين المتطرف يصف يعني برلماني زميل له برلماني صاحب بشره سوداء يقول له ارجع إلى إفريقيا، قدم اعتذاره وتم طرده من قاعة البرلمان، عبر كل البرلمانيون عن تضامنهم. هذا يدل على أنه حتى المؤسسات الرسمية الكبرى لم تسلم من هذا الداء، من هذا المرض، هذه حالة مرضية. لكن رغم ذلك نحن كما المحور الثاني أو الشق الثاني من سؤالك هو أنه نحن كمكونات المجتمع المدني كفاعلين كنخبة ينبغي أن نساهم في التوعية والتثقيف. أنا أعطي حالة وقعت هنا في فرنسا أمام لا توغيفيل، عندما تم سحب حجاب إحدى السائحات فرفضت أن تتقدم بدعوى، ترجتها عدد من الشخصيات الحقوقية وعدد من المحامين، لأنه في مصلحتنا عدم السكوت على مثل هذه الأحداث. توثيق هذه الحالات والوصول بها إلى المحاكم من شأنه أن يردع حالات في المستقبل، من شأنه أن يحد من مثل هذه الممارسات. فعدد من المسلمات وعدد من الأجانب يخافون،
يخافون من الإعلام، يخافون من المتابعة الأمنية، يخافون في حين أنه الأمر غير مطروح. يعني توجسات، ما هي إلا توجسات. فينبغي، فبالتالي هناك حملات للتوعية حتى في المدارس هنا في فرنسا. هنا في إحدى الفصول أستاذة عملت درس رائع جدا، استفزت فيه تلميذ، طردته على لون بشرته وسبته بلون بشرته كي ترى مدى رد فعل التلاميذ هنا في فرنسا. فهذا هذا الشريط يعني انتشر بشكل كبير وصار مادة تكوينية تعتمد عليها المنظمات الحقوقية، معتمدة هنا في فرنسا لتكوين الشباب، لتكوين يعني الأجانب يعني ذوي البشرة السوداء أو المسلمين أو شيء من هذا القبيل، لتكوينهم على أن يتبنوا قضيتهم، على أن لا يسكتوا على أي شكل من أشكال التمييز يتعرضوا له، سواء كان ديني أو عنصري يعني مرتبط بلون بشرة أو يعني جنسي أو شيء من هذا القبيل. فبالتالي ينبغي عدم السكوت، ينبغي اللجوء إلى القضاء، لأن معركتنا هي هذه. ونجحنا في إدخال عدد من رجال الأمن إلى السجن. هناك رجال الأمن تم اعتقالهم في السنة الفارطة والحكم عليهم بسنوات، 3 سنوات، 5 سنوات، لأنهم ارتكبوا، تدخلوا بشكل عنصري، واتضح أنه كانت خلفيات عنصرية وراء ذلك التدخل. ملف أدامة تراوري هو معروف هنا في فرنسا، هو بين يدي القضاء، نزل بين يدي القضاء الفرنسي، لكن تم توقيف 5 رجال أمن ما فيهم مسؤولين ساميين في الأمن على خلفية هذا الملف، لأنه التدخل كان عنصري، والملف لا زال بين أنظار تحت أنظار القضاء هنا في فرنسا. على مستوى هيئة الأمم المتحدة يقول أمينها العام أنطونيو غوتيريش أن العنصرية هي شر عميق الجذور، ويعترف أن محاربتها لا تجري بممارسة وحيدة. برأيك سيد ميراني، كيف يمكن التصدي لها؟ يعني ما هي الآليات الناجعة طالما أن القوانين لم تسلم أو لم تنجح في أن تردع الظاهرة وتجتثها من الجذور؟ أعتقد أن الإعلام ينبغي أن يقوم بدوره. لا ننسى بأن الذي يؤجج هذه الدائرة خاصة هنا في فرنسا هي وسائل الإعلام. هناك وسائل إعلام عنصرية تمارس ممارسات عنصرية وإسلاموفوبية. عندما نتحدث على مجموعة قنوات معروفة داعي لذكر اسمها في فرنسا حتى لا نشيرها، فبالتالي تقوم بأشكال عنصرية خطيرة جدا. ينبغي أن بدل أن الإعلام يقوم بدوره الحقيقي في التوعية في خطورة هذه الظاهرة، وأنه ينبغي أن نتجسد مفهوم المبادئ الجمهورية مثلا هنا في فرنسا، تحدث على المبادئ لي فالور لا ريبوبليك لا ليبرتي ايغاليتي فراترنيتي، نتحدث عن الحرية ونتحدث على العدالة ونتحدث على المساواة. فبالتالي كي نجسد هذه الثلاثية، وهي التي هي الثلاثية مدسترة هنا في فرنسا و يعني مقدسة هنا في فرنسا، كي يعني نؤجرها، ينبغي أن نحد من هذه السلوكات ونحد من هذه الظاهرة ونحد من هذه الأمراض. إن لم يرضع القانون، ربما دور الأحزاب السياسية ودور باقي المكونات المجتمعية في التوعية في المرافقة، ودور القضاء كذلك بأن يضرب بيد من حديد على من يلجأ إلى مثل هذه السلوكات المرفوضة، ترفضها الأديان وترفضها القوانين شريعات. هناك اتفاقية ضد التمييز العنصري، اتفاقية أممية لسنة 1963 للتمييز العنصري، هناك مقرر خاص داخل الأمم المتحدة ضد التمييز العنصري وضد التمييز ضد المرأة. هنا في فرنسا للأسف الشديد قد يتم تشغيل الرجل ولا يتم تشغيل، وهنا في فرنسا، فرنسا الحرية وفرنسا الأنوار، يمكن تشغيل الرجل ولا يمكن أن تشغيل المرأة. أستاذ فرنسي يدرس نفس المادة مع أستاذة فرنسية يتقاضى أجرا أكثر من المرأة لأنها امرأة فرنسية اسمها كاترين والآخر اسمه جاك. فبالتالي هذه مسألة غير مرتبطة لا بدين ولا بثقافة ولا بأي شيء. هذا أمر بعض الدراسات يعني تذهب بعيدا إلى أنه حتى يعني حينما توضع مسابقات العمل لا يجري استدعاء أو منح طلب قبول طلبات من هم معروف من أسمائهم أنهم من أصول غير فرنسية. ما هو أنك تتحدث عن عاصمة الأنوار، إلى أي مدى القضاء ينير على حقوق هذه الأقليات في أنها تأخذ حقها إذا ما لجأت للقضاء في قضايا تتعلق بالتمييز العنصري؟ أعتقد أن القضاء صراحة هنا في فرنسا يقوم بدوره بشكل لازم، لأنه مجموعة قضايا مفتوحة الآن أمامه، قد بت التي بت فيها والتي لم يبت فيها، التي بت فيها كل ما يثبت بأنه تم هناك تمييز عنصري تمت معاقبة سواء رجال أمن أو شخصيات كيفما كان مستواها،
تم معاقبتها. أنا تحدثت عن السنة الفائتة تم الحكم على العشرات من رجال الأمن لأن تدخلاتهم كانت تدخلات بخلفيات عنصرية، سواء من أجل إثبات أوراق الهوية أو من أجل يعني التدخل في الأحياء الهامشية، تم تدخل لمجموعة أفارقة شبان أفارقة، وتم اعتقال مجموعة رجال الأمن. لماذا؟ لأنه التدخل لم يكن لخلفية استسلام الأمن، فقط لأن هؤلاء ذوي بشرة سوداء، فتمت معاقبتهم والضرب على يدهم بقوة، وهم الآن راه الاعتقال، وتم توقيف مسؤولين أمنيين كبار. فبالتالي القضاء أعتقد ينبغي فقط اللجوء إليه. فالقاضي هو كالطبيب، المريض إذا لم يذهب إلى الطبيب سوف لن يأخذ يعني الدواء المناسب. فبالتالي القاضي ينبغي أن تلجأ أن يتم اللجوء إليه. وربما الأمر الإيجابي أن القضاء نعم سيد ميراري، ربما الأمر الإيجابي أن القضاء في فرنسا طبيب لا يعاني علة ويمكنه أن يداوي من يلجأ إليها. الأستاذ عبد المجيد ميراري مدير قسم شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في FD الدولية، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك، لا يسمح وقتك أكثر من ذلك، شكرا جزيلا لك. سؤالي إليك سيد سويد، رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان قال بالحرف الواحد أنه نحن المجريون لسنا مختلطين ولا نريد أن نصبح عرقا مختلطا. هل يرد هذا الخطاب في ألمانيا؟ هل هناك إحساس من أنه الألمان لا يريدون أن يصبحوا عرقا مختلطا وقد شهدوا موجة من الهجرة؟ هو يظهر، ولكن الذي يظهر به هو اليمين المتطرف في العموم وقسم من الأحزاب الأخرى، كون هذه الأفكار موجودة في المجتمع بالعموم للأسف الشديد. ولكن هناك أنا أعتقد نوع من صراع مجتمعي على هذه الأمور في جميع الدول الأوروبية، وربما أكثر في الدول الغربية من الدول الشرقية، لأن موجات الهجرة إلى شرق أوروبا والأعداد التي أتت إن كان من لأجل الدراسة أو لأجل العمل في شرق أوروبا هي أقل من الأعداد التي أتت إلى غرب أوروبا، وحتى زمنا يعني الهجرة إلى غرب أوروبا أقدم بكثير من الهجرة إلى شرق أوروبا. فهذا يعني يجعلنا في مقدمة يعني في غرب أوروبا في مقدمة التغير المجتمعي في هذا الإطار. هناك يعني ضمن كل المجتمعات الغربية للأسف الشديد يعني صعود اليمين المتطرف للأفكار الذي يمثلها فيكتور أوربان، وهناك عندك في بعض الدول الإسكندنافية الآن اليمين المتطرف هو اللي بدأ يحكم الدولة. وهناك ضمن المجتمع إن كان ضمن المجتمع المدني أو ضمن المجتمع السياسي أو حتى المجتمع الديني يعني صراع على يعني كيفية التعامل مع الأجزاء المختلفة للمجتمع، كيف يكون المجتمع مندمج وقابل يعني لجميع التوجهات والتعامل فيها. ولكن ربما تفضل أكمل فكرة. ولكن هناك للأسف أيضا، وهذا يعني للأسف الشديد أذكره، هناك يعني حكومات ذات دول إسلامية تتدخل بشكل سلبي في هذا النقاش. ظهر قبل في الأسبوع المنصرم مقال لأحد الصحفيين المتخصصين ديفيد كيركباتريك في نيويوركر، وكتب عن أن هناك بعض الدول العربية يعني مولت أشخاص لمهاجمة مؤسسات إسلامية أو مهاجمة أشخاص
على أنهم يعني يؤججوا للإرهاب ويؤججوا للعنصرية ويؤججوا لعدم التعايش في المجتمع. فعندنا الصراع الداخلي خلينا نقول في المجتمع يعني بين هذه الأفكار وبين من يروج للتعايش والعيش بشكل المشترك. لكن الغريب أنه نعم مشترك وعندك يعني 2024 الحرب الأوكرانية وموجة اللجوء الأوكراني تغيرت النظرة ولم يكن هناك من يرى أن الموجات القادمة من كييف تشكل عبئا على الدول. بالعكس كان هناك خطابا عنصريا واضحا رصدته وسائل الإعلام وكان في وسائل الإعلام نفسها من ترحب بأصحاب البشرة البيضاء والأعين الزرق والشعر الأصفر. هو صحيح هذا حصل يعني بالذات في بداية الهجرة من أوكرانيا إلى ألمانيا، ولكن حتى هذا بدأ يتغير. يعني هناك من الأحزاب المختلفة في ألمانيا من يعني ينادي يقول يعني كيفية التعامل مع الهجرة من أوكرانيا حتى للبشرة البيضاء يعني كفانا وعندنا صعوبة في التعامل مع عدد المهاجرين وإدماجهم في المجتمع. يعني المجتمع بالعموم فيه تغيرات كبيرة في أوروبا، وهذا يضع المجتمع يعني في نوع من غليان داخلي، والتعامل معه هو تحدي صراحة للجميع لكل المجتمع وبالذات للأقليات، لأنه ليس لهم القوة على التأثير، ليس لهم الإمكانية أن يفصحوا بآرائهم بشكل واضح ويسمع الرأي هذا أيضا. المجال هذا ربما هو المشهد يعني سنة يختلف الحياة بشكل أو بآخر. يختلف المشهد ربما في بريطانيا. أدعوكم ضيفي الكريمين لمتابعة هذه الصوتيات المتعلقة ببعض الجاليات وبعض البريطانيين هنا عن ظاهرة التمييز العنصري والإسلاموفوبيا، رصدها لنا ورصدت في ميكروفون الزميل سليم. طبعا الإسلاموفوبيا حقيقة والعنصرية موجودة في بريطانيا، موجودة بقوة وترتفع. حتى الحكومة البريطانية مع الأسف بدأت تتبنى نوعا ما ثقافة اليمين المتطرف وتدعو نفس الأجندة، لكن مع هذا القوانين ما زالت سمحة، ما زال هناك انفتاح، ما زال هناك سماحة. المسلمين يشتغلون في مناصب سياسية كبيرة جدا في هذا البلد، هو غير موجود في فرنسا. فرنسا دولة عنصرية مع الأسف، الدولة عنصرية بمؤسساتها، يعني مؤسسة الشرطة، مؤسسة الدولة في فرنسا يعني مؤسسة عنصرية. أما هنا لا، يعني العنصرية القانون يحمي وما زال الأجواء العامة لا تسمح بهذه الأجواء من العنصرية الموجودة في فرنسا، الحمد لله. لذلك نحن نستغل مثل هذه الأجواء وندعو إلى الانفتاح أكثر، إلى الاندماج في المجتمع من غير الذوبان. والحمد لله المسلمين في بريطانيا قوة، زاد عددهم بأكثر من 1,000,000 في العشرية الأخيرة، وفي كل مكان حيث ما تمشي في مدن، أنا أسافر كثير بحكم تواجد فروع دارع الإسلامية في كل مكان، فكل ما أمشي إلى مدينة أجد يعني في مطاعم كثيرة حلال، مساجد في كل مكان، مظاهرة الحجاب منتشرة بقوة، الحلال في المدارس موجود بقوة ولله الحمد. هذه ظاهرة صحية موجودة بقوة في بريطانيا، غير موجودة في فرنسا إطلاقا. الإسلاموفوبيا موجودة في بريطانيا بشكل كبير ومقلق، ونحن عبرنا عن ذلك من خلال تجمعات، من خلال رسائل إلى أعضاء البرلمان والحكومة. ولكن يبقى أنه لو قارنا الإسلاموفوبيا في بريطانيا مع باقي الدول الأوروبية لوجدنا بأنها الحمد لله هنا تعتبر أقل مما هو موجود في دول أوروبا كفرنسا على سبيل المثال، أو الدنمارك أو غيرها من الدول، أو النمسا. ولكن لا يعني ذلك أننا مرتاحين من ناحية الإسلاموفوبيا. للأسف الشديد هناك تصاعد كبير جدا للإسلاموفوبيا، السنة الماضية أكثر من 42% تصاعدت حالات الكراهية والإسلاموفوبيا هنا في بريطانيا، وهذا رقم مقلق جدا. وذلك نتعامل معه من خلال المؤسسات الإسلامية، المساجد
المساجد والتواصل مع السياسيين وغيرهم لمحاولة التخفيف من هذه الظاهرة ومحاولة تعريف أيضا هذا النشاط هو محاولة لتعريف الناس عما يحدث للمسلمين وعن الإسلاموفوبيا. هذا سؤال جيد. أعتقد أن الناس في فرنسا وأستراليا هم أكثر خوفا من الإسلام وبشكل واضح. وأحيانا في بريطانيا توجد الإسلاموفوبيا لكنها على نحو خفي. في بريطانيا حينما تعلن أنك مسلم تكون هناك بعض ردود الفعل. اليوم يجري التخوف من قانون بريفنت الذي يعد مشكلا كبيرا، لكن في الوقت نفسه هناك حرية العبادة في بريطانيا. بالنسبة لي جرائم الكراهية غير موجودة، لكن علينا أن نكون حذرين من كل الجرائم المشابهة. وما نحتاجه هو أن يخبرنا الناس في مراكز الشرطة بما يحدث حتى نتمكن من ضبط الأمن في المجتمع. أنا متأكدة أن المسلمين ليسوا سعداء بما يفعله غيرهم من الدين ذاته، لكن لا يمكننا أن نعمم ما تفعله الأقلية ونحكم على الجميع من خلالها. علينا أن نعتبر كل شخص مثلنا تماما. نحن في إسلينغتون ليس لدينا شهادات على الإسلاموفوبيا، نحن نتعايش مع بعض. Because we are so together in our faith communities. طيب دكتور الحيدري، ربما لخصت كل تلك الصوتيات التي رصدها الزميل سمير السرخان واقع الإسلاموفوبيا والتمييز العنصري في بريطانيا، لكن مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دينا مياتوفيتش انتقدت التعامل مع الأقليات وأصحاب البشرة السوداء خارج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إذا كانت هذه المنظومات الكبيرة تعترف بأن التمييز متأصل ومتجذر وأن الآليات القانونية عجزت عن أن تضبطه، كيف اليوم يمكننا أن نضبط ذلك أو أن نحيد عنه داخل هذه المجتمعات؟ سؤال جوهري سيدة دلولة. حقيقة لاحظي هنالك استفتاء في زمن كورونا، تعرض البعض لأنهم أصحاب بشرة متميزة فالعنصرية في وقت كوفيد 19، لذلك عملوا استفتاء للبريطانيين حول الكراهية. كان ثلثي البريطانيين يعتقدون أن الكراهية جذورها ممتدة في المجتمع البريطاني، وهذه حقيقة. يعني أنت لاحظي، أنا حقيقة عندي تجربة شخصية، أنا كنت أشتغل في السجون البريطانية سنوات تحت وزير العدل المسؤول عن المسلمين. أنا أسألك سيدة دلولة، كم نسبة المسلمين في بريطانيا؟ هل يمكن أن تخبريني؟ نحن مليون مسلم في بريطانيا. أحسنتي، يعني نحن أقل من 3%، لأنه 58 مليون، مليون إلى 58 نسبة، يعني 1.5 خل نقول. أنا في السجون البريطانية، تعلمين كم نسبة المسلمين؟ كم تكون في السجون؟ نعم، وفق كم تتوقعي؟ إذا 1% يعني يكون 1-2، أكثر من 20%. غريب. يعني أنا مررت على 10 سجون في بريطانيا، فنسبة المسلمين في بريطانيا أكثر من 20%، أنا في بعضها 23 و25%. تصوري يعني، فأنا كنت مسؤول عن المسلمين هناك. فطبعا تعلمين يسموها 7 power، يعني في القوى السبعة. القوة السابعة هي الملك أو الملكة، القوة السادسة هي وزير العدل ورئيس السجن، القوة الخامسة هي أنا. فأني يعطوني مفاتيح أدخل في كل مكان، حتى المكان اللي بلوك اللي هو لا يصل إليه أحد يعني أنا أدخل فيه يعني. فحتى يعني ذول اللي قاموا بعمليات في بريطانيا يأتون مغللين اليدين والرجلين، أنا أول شخص ألتقي بهم. فعندي تجربة كبيرة. أنا لاحظت هنالك في السجون البريطانية المسلمين يتعرضون دائما إلى عنصرية. يعني مثلا واحد يصلي، مثلا يأتي شخص ويهينه لأنه يصلي ويقول كلام مثلا بذيء. فالحالات العنصرية لو أحصيها، حتى أحدهم قال لي لماذا لا تكتب كتابا عن العنصرية في السجون اللي يتعرض لها المسلمين. فإذا هنالك حقيقة، يعني أنا أذكر لك أمثلة واضحة
في الإعلام على مستوى عالي. يعني لاحظي ابن الملك هاري وزوجته ميغن تحدثوا عن العنصرية من خلال داخل القصر الملكي. نعم الأسرة الملكية. فما بالك بالمملكة بأكملها. ديانا أمها أيضا محمد الفايد اتهمها بالعنصرية لأنها حملت من مسلم محمد دودي. وذهب إلى المحكمة وقال صراحة واتهمهم بالعنصرية صراحة. وهنالك أمثلة أستطيع أن أقول لك على أعلى المستويات. أنا يعني مركزنا عندنا إحصائيات وتقارير يعني على قولة أحدهم تشيب الرأس. فهي موجودة وممتدة في الجذور والأعماق. يعني الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بهذا المضمون. يعني لذلك أنه هذا الذي هو في نفسه عنصرية لا يمكن أن تزيليها. هو رجل أنه يرى إلى الآخرين نظرة دونية ويتعامل بها. لكن إذا تعلق الأمر فقط بالنظرة الدونية من دون أن تترجم إلى سلوكيات الأمر لا ضير فيه. في النهاية كل شخص يعني يكون شعور داخلي متعلق به. نحن نتحدث عن السلوكيات التي تؤذي هذه الأقليات. أنا ما أكملت الجملة. هذا الذي هو موجود في داخله عندما يغفل عن القانون يجد أماكن ليس فيها كاميرا لا يعاقبه أحد لا كذا يستعمل. لذلك تجدين المرأة المحجبة مثلا تعاني من هذه العنصرية في مكان ليس فيه كاميرا في مكان بعيد عن لندن في مكان. فهو متى يمارسها في هذه الأماكن؟ عندما تخرج إلى الخارج وتظهر هذه السلوكيات العنصرية بسبب ذلك. فإذا هنالك نحن عندنا كل أسبوع تأتينا أرقام وهنالك مؤسسات تحصي حالات العنصرية لأنه هنالك من يبلغ عنها ونحن نطالب الناس أن يبلغوا عنها. لأن بمقدار ما يسكتوا هذه تمتد في المجتمع وبمقدار ما يبلغوا يمكن اتخاذ إجراءات ومحاولة المتابعة والقانون واستعمال القوانين وما إلى ذلك. إذن الإحجام عن التبليغات هو سبب في زيادة العنصرية ويخدم هذه الظاهرة وأيضا الثغرات القانونية تخدم الظاهرة. سيد سويد بألمانيا إلى أي حد النظم القانونية تحمي أو تكون جدارا مانعا لمن يمارسون العنصرية ضد الأقليات؟ طبعا القوانين يعني هي مسنة في جميع الدول الأوروبية بنفس الطريقة لأنها أيضا تأتي كاتفاق من الاتحاد الأوروبي وحتى من المجلس الأوروبي الذي يعملون على الظاهرة هذه ظاهرة العنصرية ونقاشات قانونية على أساس أن تكون هناك كل الدول فيها قوانين تحمي الأقليات من التصرفات العنصرية. ولكن بنظري يعني طبعا من المهم جدا أتفق مع الأستاذ عبد المجيد والدكتور نبيل الآن يعني أن موضوع إبلاغ الحالات للجهات المتخصصة في هذا المجال موضوع مهم جدا والإحجام عنه هو يعني يساعد في انتشار الظاهرة من ناحية. ولكن أيضا من ناحية ثانية يعني هو الموضوع يحتاج تربية ويحتاج توعية عند الأولاد وعند الأجيال الصغيرة أن هذا التصرف يعني لا يليق وهو ليس فقط لا يخدم المجتمع ولكن يسيء للمجتمع. لأن يعني الأقسام عندما هناك يعني قسم من المجتمع يهاجم فالمجتمع بأسره يتأثر بشكل سلبي. فهذا هو يعني هناك نحتاج المواضيع القوانين وتحسين القوانين هذه يعني من في سبيل المثال يعني بعد صراع طويل في أحد الولايات آخر ولاية الآن في برلين أسقط أحد القوانين الذي منع النساء المحجبات من التدريس في المدارس. نعم في برلين ولاية برلين. نعم يعني هذا الصراع القانوني أخذ على وهوى ما أذكر أكثر من 25 سنة. فهذا طبعا وقت طويل وأجيال تأتي خلال 25 سنة جديدة والأولاد يعني عندما الأولاد تكون في المدرسة وتكون المحجبة أمامهم ويصبح الموضوع هذا طبيعي والتعامل معه طبيعي فلا بأس. يعني هذا أيضا يساهم
في محاربة هذا الموضوع. ولكن أنا متأكد أن هناك يبقى في المجتمعات الغربية قسم من الأشخاص الموضوع عندهم أيديولوجي، يعني هم أصلا مقررين في ما بينهم أن كل واحد ليس أبيض يجب أن هو دون مستواهم ويجب أن يترك البلد، وهذا موجود، وهذا قد ما علم الشخص الذي عنده هذا الموضوع بشكل أيديولوجي لن يصل إليه، لأنه مغلق أصلا ذهنيا للأسف الشديد. إن الأشخاص هذه مغلقين. هذه الفكرة سيد سويد هي في أمريكا، ونحن لاحظنا كيف أنه في عز ما كان هناك حكم الرئيس باراك أوباما استمر اعتداء الشرطة على السود، وقضية جورج فلويد حاضرة في الأذهان ما تزال. سيد خلاد سويد رئيس التجمع الإسلامي الألماني، كنت معنا من ألمانيا، شكرا جزيلا لك. الشكر لك دكتور نبيل الحيدري رئيس المركز الدولي للتسامح، كنت معنا من لندن. الشكر موصول للأستاذ عبد المجيد مراري مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في FD الدولية، كان معنا من باريس. والشكر الأكبر لكم مشاهدينا، حتى نلقاكم في قضية أخرى من قضايا جاليات. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.